الحاج ابو عمرو من المنيا، اتفضل يا حاج ابو عمرو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. بالنسبه احنا من قريه نزلة رمضان مركز العدوى، في ترعه مطرعه الحريق دي غرب 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 اليوسفي. ترعه اسمها ترعه تبع الوحده المحليه خارج بن عامر، تبع الوحده المحليه خارج بن عامر. الوحده المحليه بني عامر. دي الترعه بتاع الحريق دي متفرعه من فرع عاطف، دي فرع عاطف ده مش بنوصل له ميه خالص، لا عايز. اما ناس جبت وقت على طول، والاستواد ده غالي كمان، يعني غالي على انا كفلاح او مزارع، يعني بتوصل ل 200 جنيه و300 جنيه للفلاح. ايوه. يعني بيسبوه بالساعه كمان يا باشمهندس. طيب انا عايز بس تقول لي التليفون بتاعه بيجي مغلق على طول، يعني بتكسر عليا. طب انا بس عايز بس بالراحه اعرف، انت دلوقتي قلت لي انت في مركز ايه؟ مركز العدوى، قريه نزله رمضان، مركز العدوى. العدوى قريه نزله رمضان؟ طبعا تبع الوحده المحليه في قريه بن عامر، في ترعه مزروعه بالحريق دي. اه. ارضي انا بياخد الفرع بتاع عاطف دي، بياخد منها، بياخد من ترعه الحريق، ترعه الحريق دي الفرع ده مش بنوصله ميه خالص، لا خالص. عايز تطهير ولا عايز ايه ده؟ ده مش بيوصل له ميه خالص، ما تعرفش، بيقول لك الميه منسوبها ضعيف، وجاب التليفون على طول، والله يا باشمهندس جاب التليفون على طول. طيب انا هكلمك، انت بتكلم. مره قال لي ده المهندسين هناك وخلص الموضوع. انت بتكلم مين؟ بكلم انا واحد اعطاني التليفون وقال لي ده هو رقم، قال لي ايوه. انا لا سيبنا انا اشوف، انا لا انا مش انت طيب سيبنا انا سيبنا انا اتواصل مع وكيل وزاره الموارد المائيه والري عندك في المنيا. صوتك مش واضح. طيب انا كده وصلت للمشكله بتاعتك، والمكان العدوى قريه نزله رمضان، هتابعها لك مع وكيل وزاره الموارد المائيه والري. بشكرك استاذ عمرو.